أنهم يفرضون الشذوذ حتى في حرية التعبير. العراق لا ينهار لكنه يزدهر بهدوء. لماذا تسمح الولايات المتحدة للسعودية ببناء مفاعلات نووية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهم يفرضون الشذوذ حتى في حرية التعبير، لا يسمحون لك بأن تعبر عن رأيك، ويفرضون طريقة شاذة عليك للتعامل مع حقك في التعبير عن رأيك، بينما هم يزعمون ويدعون أنهم يسمحون لمجتمع الشذوذ بممارسة حريته على قاعدة الحرية الفردية، وهذه هم راح نناقشها. يوتيوب يحذف مقابلة أجريت مع المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، جونيور يعني الابن، أشار فيها إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في إمدادات المياه قد تؤنث الأطفال كما تفعل الضفادع. شيء خطير. أزال موقع يوتيوب مقابلة أجراها جوردان بيترسون مع روبرت أف كينيدي جونيور، حيث كرر المنافس الرئاسي الديمقراطي ومن الحزب الديمقراطي حزب بايدن، أيضا بايدن، هذا بايدن الذي فرض مجتمع الشواذ على المجتمع الأمريكي وأسماه بأمة الشواذ للمجتمع وللأمة الأمريكية. كرر المنافس الرئاسي الديمقراطي نظرية تشير إلى أن بعض المواد الكيميائية، أنا أنقل لك النص، يعني حتى عندما يقول نظرية يعني هذا رأي، لماذا لا يناقش؟ تشير إلى أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في إمدادات المياه التي يظهر أنها تؤنث الضفادع بقوة، يمكن أن تجعل الأطفال متحولين جنسيا، أو على الأقل تقلل عندهم نسبة الذكورة. أنقل لك نص عنه يقول: أعني هو أنهم يسبحون اليوم وسط حساء من المواد الكيميائية السامة، والعديد منها من المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، قال آر أف كينيدي جونيور الابن في الفيديو الذي نشر في أوائل يونيو. يوجد الترازين في جميع أنحاء إمدادات المياه لدينا. الترازين، هو يقول بالمناسبة، إذا وضعت الترازين في المختبر في خزان مليء بالضفادع فإنه سيخصي كيميائيا ويؤنث كل ضفدع هناك بقوة، وعشرة بالمئة على الأقل من الضفادع ستتحول أو من الذكور إلى الإناث قابلة للحياة والتكاثر. ذكور يتحولون إلى إناث قابلين للحياة بشكل كامل، قادرة على إنتاج بيض قابل للحياة. إذا فعلت ذلك للضفادع يمكن أن يكون هناك الكثير من الأدلة الأخرى على أنها تؤثر على البشر أيضا. ومعذرة كلمة الإخصاء التي وردت هنا، بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن بيلاروسيا أصدرت قرارا بإخصاء كل من يقوم باعتداء جنسي على الأطفال. نكمل. اكتسب الفيديو اهتماما إضافيا بعد أن كرر كينيدي الاقتراح على بودكاست جو روجان، برنامج آخر سبوتي في، الأسبوع الماضي. زين، هذا رأي، لماذا يقوم يوتيوب بحظر هذا الرأي ولا يسمح له بذلك؟ قال آر أف جون كي جون، الأسامي بالمختصر الحروف كتبوها، كينيدي جونيور: أعتقد أن الكثير من المشاكل التي نراها في الأطفال وخاصة الأولاد ربما لم يتم تقديرها بسبب أن مقدار ذلك يأتي من التعرض للمواد الكيميائية،
بما في ذلك الكثير من خلل النطق الجنسي الذي نراه. غرد بيترسون اللي سوى المقابلة عن إزالة الفيديو معتبرا أنه تدخل في حملة رئاسية. هذا ما أخذ بس على حرية الرأي والموضوع اللي له علاقة بالشواذ، لا، يقول هذا يعني انحياز في حملة رئاسية لصالح من ينافس بايدن أو من يريده الحزب الديمقراطي بشكل رسمي. المهم أن هذا الكندي ذك يعني جون كندي جونيور كندي ذكر المتابعين بأن المقابلة لا تزال متاحة عبر تويتر، وشكر مالك المنصة إيلون ماسك الذي يعني قال أنه يعني نقل عنه أنه يناضل من أجل الترشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، حيث كرر أيضا النظرية القائلة كندي بأن اللقاحات الروتينية مرتبطة بارتفاع مرض التوحد. هو نفسه كان عنده موقف من هذا اللي هسه نقول اسمه، ممكن يوتيوب يحضرنا، هذا الفيروس اللي عشنا وياه مرغمين من 2000 ويعني قبل 3 سنوات وتقريبا إلى الآن هو لا يزال موجود، مع ملاحظة أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا قبل أيام حذرت فيه من وباء جديد سيظهر أكثر وأشد فتكا من وباء كورونا. انستغرام وهي جماعة الفيسبوك أيضا في العام 2021 في فبراير أغلق حساب روبرت كينيدي نفسه هذا جونيور لنشره معلومات وصفت بأنها مضللة بشأن كوفيد 19. الرجل مسوي تحقيقات وأكد أن هنالك مؤامرة كبيرة في هذا الموضوع. وطبعا قبل أيام إذا تلاحظتم المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري تحدث عن أن العالم يعني نسبة السكان في ازدياد، وهذه النسبة في ازدياد يعني كرر النظرية مالتوس المشهورة بأنه الموارد الطبيعية في الأرض لا تتناسب مع حجم السكان المتزايد. فش لازم يسوون؟ لازم يقللون من النسل، بس مو يقللون من النسل عبر النصائح وعبر يعني قللوا نسلكم لا تكثرون الأطفال، لا يريدون يقللون النسل أما بالحروب أو عن طريق الكوفيد، وهذا الكوفيد المفتعل اللي يؤكده هذا، والكثيرين يتحدثون عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالكوفيد. حتى قبل أيام أنا لاحظت تقرير خطير في هذا الموضوع بعد أن رفع الكونغرس حظر المعلومات فيما يتعلق بالكوفيد هذا اللي نشر، ودور المخابرات الأمريكية، تقرير أمريكي ها، دور المخابرات الأمريكية في هذا الموضوع. أقول ومن من 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 أحد الوسائل في هذا الموضوع هو طبعا شنو عندك؟ عندك هذا نشر مجتمع الشواذ، حتى هذا الزواج الطبيعي يتم وضع قيود عليه. هسه بنفس المناسبة هذا الزواج من نفس الجنس أكو حكم صادر من محكمة حقوق الإنسان في ستارسبورغ في فرنسا. هذه محكمة 47 قاضيا من 47 دولة في مجلس أوروبا اجتمعوا وهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ العامة، وأصدروا بيانا وقرارا بالإجماع ذو أهمية كبيرة، لكن أيضا تم إسكاته في وسائل الإعلام، هذا الكارتل الإعلامي الخطير الذي يسيطر على وسائل الإعلام خاصة وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء شو قرروا؟ المحكمة العالمية لحقوق الإنسان حرفيا أقرت ما يلي: أنه لا يوجد حق في زواج بين قوسين المثليين، شواذ هذا الاصطلاح اللي هم استخدموه. لكن هذا البيان وهو ذا أهمية كما قلنا ذو أهمية كبيرة تم إسكاته بشكل مفاجئ بسبب تقدم المعلومات وهذه الحرب التي تسيطر عليها المنظمات المعروفة في الواقع. وهذا الموقع أنا راح أنقل لكم إياه، الموقع الأوروبي، وتشوفونه خلفي إن شاء الله. أيد جميع القضاة 47 بالإجماع الحكم القائل بأنه لا يوجد حق، يقولون حرية فردية، لا يوجد حق في نفس بين قوسين الزواج الجنسي. استندت هذه الجملة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية
والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية، وبالطبع أيضا القانون الوضعي، مو كلامي، كلام القرار. فيما يتعلق بالقانون الوضعي والقرار، هذا القرار اللي أنا أنقل لكم عنه، على وجه الخصوص استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا يعادل أيضا قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما المادة 17 من قانون سان خوزيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في هذه القرارات التاريخية، وعذرا على الإطالة أحبائي في هذا المحور، قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في المفهوم التقليدي للزواج، أي اتحاد الرجل والمرأة، ولكن أيضا أنه لا ينبغي أن يفرض على الحكومات التزاما بزواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس. لا، يجب أن نقف أمام هذا النوع من الزواج من نفس الجنس. القرار يقول: وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز اللي هم يستندوا له، يا بنتي ليش تميز، ولكن جماعة الشواذ، أضافت المحكمة أيضا أنه لا يوجد تمييز، لأن الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين. ومن المهم أحبائي أن ننشر هذه الأخبار، وأنتم أرجوكم انشروا هذا الفيديو وعلى نطاق واسع، وتذكروا وليتذكر الجميع أنهم مو بس يفرضون الشذوذ حتى في حرية التعبير، بل هم الآن في حرب مع الله، حرب مع الله. وكل من يصمت، مو بس الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا لا لا، يضع نفسه في خانة المحاربين لله. ابقوا معنا. العراق لا ينهار، لكنه يزدهر بهدوء. صعود العراق المضطرب، أولئك الذين ينتظرون سقوطه الهادئ سيفشلون. العنوانين أحبائي لمقال مهم جدا منشور من قبل الاتحاد الأوروبي، وهذا طبعا يعكس لك كما في المحور الأول فيما يتعلق بستراسبورغ أن هنالك صراعا مريرا بين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الأوروبيين بشكل عام. وهذا أيضا يؤكد نظرية أن العالم يتجه إلى عالم من عالم أحادي القطبية إلى عالم مو بس ثنائي القطبية، لا، متعدد الأقطاب. يعني حتى الأوروبيين هم الآن قوة، ويفكرون بالمناسبة بأن يصبحوا قوة منعزلة عن الولايات المتحدة الأمريكية. الألمان عندهم رأي، الفرنسيين عندهم رأي في هذا الموضوع عموما، حتى وحكوا عن الناتو، الناتو القديم والناتو الجديد والهيمنة الأمريكية. لكن بما أننا الآن هذا المحور أنا خصصته للعراق، وهذا ليس تأييدا لحكومة السيد محمد الشيع السوداني، مع أنها تستحق التأييد في بعض المفردات، وطبعا تستحق النقد أيضا في مفردات أخرى، وهذا أمر طبيعي، يعني أكو إيجابيات وأكو سلبيات. لكن أنتوا لاحظتم في الفترة الأخيرة معهد واشنطن ركز على معهد واشنطن الذي تديره الأيباك، وأؤكد دائما انتبهوا إلى أن المافيات والدولة العميقة في الولايات المتحدة تقودها مراكز الأبحاث التي يسيطر عليها الصهاينة بشكل خاص، وعلى رأس هؤلاء هو هذا معهد واشنطن، ومقالات ودراسات مارتن أنديك وغيره، السفير الأمريكي السابق في الكيان الصهيوني. وهذه الأيباك أسست أساسا لدعم النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة وللترويج لسياسات ما يسمى بدولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، هم
يقولون عنه الشرق الأدنى من وجهة نظر الأمريكان. فيقول المقال هذا اللي هسه هذا العنوانه، عنوانه كما قلت لكم العراق لا ينهار، يا مايكل نايتس، يا معهد واشنطن، يا أيتها الدولة العميقة التي تريدون أن تريدين بأي شكل من الأشكال زرع اليأس في نفوس العراقيين والتحضير لمرحلة ما بعد 2024، يعني ما بعد الانتخابات الرئاسية، ويشوفون النتيجة شنو. الآن يريدون هدوء في المنطقة ومجبرون على هذا الهدوء، مو حبا في السلام كما تعرفون، في المنطقة عموما. شفتوا التحولات التي جرت في العلاقات الإيرانية السعودية، في العلاقات الإيرانية الخليجية بشكل عام، العلاقات الإيرانية العربية مع مصر. الآن العراق يقوم بدور كبير في رأب الصدع بين مصر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقام قبل يعني هسه بالأيام الأخيرة مستشار كبير للقائد الأعلى في إيران لسماحة السيد الإمام آية الله علي خامنئي، أحد أبرز مستشاريه الدكتور كمال خرازي، قام بزيارة العراق ووصف العراق بأنه بيده مفتاح البوابة الذهبية في المنطقة لكي يعزز في الاستقرار في المنطقة من خلال سد الثغرات والفجوات بين دوله وخصوصا بين إيران وبعض دول المنطقة، حتى مصر اللي هي خارج منطقة هاي منطقتنا، يعني احنا في منطقة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. بشكل عام من يقرأ المقال المنشور في مجلة فورين أفيرز بعنوان العراق ينهار بهدوء لمايكل نايت سيلاحظ أن ما بين سطور المقال الذي يحتوي على حجج كاذبة، المقال الأوروبي يقول لبناء نتيجة خاطئة، يقدم مقدمات كاذبة ويبني نتيجة خاطئة، يقول إذن هذا العراق ينهار. يبدأ الكاتب مقالته، أنا أنقل لك، بالقول إن العراق قد حقق درجة من الاستقرار، هنا أنا مجبر أن يعترف بهذا على السطح فقط. ليش؟ لأنه قلت لك يهيئون، هم يريدون عدم الاستقرار، بس الآن مجبرين، إذا العراقيين حلوا مشاكلهم بأنفسهم شنو المشكلة؟ لا مايكل نايتس ولا آيباك ولا كل العالم يستطيع أن يقف أمام استقرار العراق وتقدمه وازدهاره. ويمضي موضحا أن سيطرة قوات الحشد الشعبي هذا اللي ذابحهم والإطار التنسيقي التي شكلت الحكومة الحالية الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى أن تشكيلها ينهار. وهذا دائما طبعا انتم تشوفون في وسائل إعلام عراقية مع الأسف تركيز على أن هذا الإطار التنسيقي ينهار ينهار ينهار، بيناتهم صرعت لكم. حدث قبل شوي وأنا قبل ما أدخل إلى هذا الاستوديو أنا أستمع إلى بعض أو أشاهد بعض البرامج الحوارية والتركيز على الصراعات وخلافات، يا بخوة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، الله، هذه سنة الاختلاف والخلاف والتدافع، هذا أمر طبيعي، بس هم يراهنون من زمان على انهيار الإطار التنسيقي، لأن هم يراهنون على انهيار العراق. والإطار التنسيقي الذي يضم قوى خيرة، أقول قوى خيرة، وتركيز على البيت الشيعي اللي هو المحور الأساسي والعمود الفقري للإطار التنسيقي، شقد رادوا يزرعون الشقاق داخل البيت الشيعي وحاولوا يقسموا إلى اثنين، يعني استقطابات، هاي قطب منا وقطب منا، والآن قاعد يشتغلون على الأكراد. بالمناسبة على الأكراد هم أريد أذكركم بشغلة، حدث نفس معهد واشنطن، نفس هذا معهد واشنطن نشر قبل أيام مقال يقول بي بأن الأكراد هم أعداء أنفسهم. معهد واشنطن يتحدث عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ويتحدث عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن يريد يتحدث عن السنة هم نفس الشيء، بس يستخدمون هاي المفردات وفق ما يريدون ووفق ما يحقق لهم أو تتحقق لهم من أهداف. بعد المقال الأوروبي يقول لقد نسي نايتس بالفعل أن هذه الحكومة الحالية قد فاقت التوقعات في 6 أشهر فقط، وأن إنجازاتها تجاوزت البيانات الحكومية وأصبحت حقيقة ملموسة على الأرض،
يشعر بها العراقيون وتراها شعوب الشرق الأوسط وقادته الذين يستثمرون مليارات الدولارات في عراق آمن ومستقر. وشفت زيارة أمير قطر والاستثمارات التي يريد أن يعملها في العراق. يقول في هذه الأسطر القليلة هذا المقال الأوروبي: لن نتمكن من التفصيل في جميع إنجازات الحكومة التي تولت السلطة في ظل أصعب الظروف، لكنها استطاعت دفع العراق نحو التنمية الاقتصادية، وهي رؤية لرئيسها محمد شياع السوداني. هذا المقال، ربما أنا لا أتفق، ربما أقول لا أتفق، لكن هذا الكلام، هذا الأوروبيين لا يريدون، لا يؤيدون وجهة النظر الأمريكية، مع أن وجهة النظر الأمريكية أيضا منقسمة ما بين السفارة الأمريكية وما بين الدولة العميقة التي تقودها من الخلف المعاهد وعلى رأسها معهد واشنطن، لأنه أيضا هؤلاء بانتظار عندهم مشكلات كبيرة. وشفتوا في قضية المحور الأول اللي تحدثنا عنه، وأشياء كثيرة سأتحدث عنها في الأيام المقبلة. الاتفاق السعودي الإيراني، المقال الأوروبي، جاء بتدخل عراقي، هذه حقيقة. الضمانة الصينية، نعم، لأن الصين عندها مشروع، لكن لولا التدخل العراقي من زمن عادل عبد المهدي، أؤكد من زمن عادل عبد المهدي. وهم لا حاجة لأن أذكركم بأن قائد النصر حبيب القلوب الحاج قاسم سليماني جاء في هذا اليوم الذي اختيل فيه وهو ينقل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في مقترحات نقلها له من الجانب السعودي السيد عادل عبد المهدي حول التهدئة اللي نجحت أخيرا. الاتفاق السعودي الإيراني جاء بتدخل عراقي بعد رؤية واضحة من بغداد في زمن عادل عبد المهدي لأهميته للاستقرار والتنمية، ويتجلى ذلك في الاجتماع اللاحق الذي ضم السعوديين والإيرانيين حول طاولة برئاسة رئيس الوزراء السوداني لمناقشة مشروع طريق التنمية الذي يطمح العراق أن يكون نواة ابتعاده عن الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل. فمقال مهم جدا، يقول كيف يمكن لدولة تنهار بهدوء كما يقول معهد واشنطن أن تجذب الاستثمار السعودي والقطري طبعا، وآخرها الإعلان عن شارع بغداد أكبر سوق تجاري بمليارات الدولارات يشارك فيه السعوديون. وقبل ذلك بلغ إجمالي توقيع اتفاقية توتال إنرجي في قطاع الطاقة 27 مليار دولار. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون فإن هذه الشركات الكبرى، لأنه توتال إنرجي فرنسية، لديها متخصصون في التحقيق في المخاطر والفوائد المتوقعة من كل مشروع، وبالتالي لن تستثمر كل هذه الأموال، طبعا معهم الخليجيون القطريين على وجه التحديد، في عراق ينهار بهدوء بين المزدوجين كما يقول معهد واشنطن. عموما من ضمن العناوين الفرعية سياسة إقليمية ودولية ناجحة، يقول كان مقال معهد واشنطن غير راض عن تدخل العراق المتزايد في محيطه العربي، لذلك تعمد تشويه صورة التعاون بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي. بعدين يجي يتحدث عن ميزانية النفط وسعره، بعدين يتحدث عن شركة المهندس، التركيز الإعلامي وخاصة في وسائل إعلام عراقية مع كل الأسف، شركة المهندس، يقول لا نرى اسم هذه الشركة على عقود النفط العملاقة، مع أنه حق يعني شركة عراقية أسسها الحشد الشعبي تشارك في مشاريع اقتصادية. هذا المقال الأوروبي يقول لا نرى اسم هذه الشركة على عقود النفط العملاقة، ولا اسمها مذكور في المستندات التي قدمها العراق لشركاء طريق التنمية، ولا في الاتفاقيات الموقعة مع إيران بشأن استيراد الغاز، مما يعني أن هيمنتها على الاقتصاد العراقي كما يقول مايكل نايتس مستوحاة من خيال الكاتب، أو بالأحرى تحيز سياسي. الأوروبي يقول معهد واشنطن يتحيز سياسيا ضد الحشد وليس لها أساس واقعي في المرحلة الحالية، ولم يتم منح المهندس، شركة المهندس يعني شهيدنا القائد قدس الله روحه، أي عقود. بعد يذكر، يقول العراق ينعم بالاستقرار، هذا عنوان فرعي قالت السفيرة باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إن الحيوية الاقتصادية للعراق تتجلى لأول مرة.
وعلى كل يعني الرجل أو هذا المقال فيه الكثير من الملاحظات المهمة. يقول هذا الاستقرار الأمني لا يمكن إنكاره، إذ لا يمكن إنكار دور قوات الحشد الأوروبي الشعبي والقوى الأمنية الأخرى مثل الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة المدن التي كان يسيطر عليها. يقول رغم ذلك فإن حكومة السوداني مصرة على الابتعاد عن عسكرة المجتمع، وخصصت أموالا كافية لبناء قواعد لقوات الحشد الشعبي وقوات أخرى لإعادة توطينها خارج المدن العراقية. هذا طبعا حوله كلام مقال فوريان، يختم مقال فوريان أفيرز مبني على رؤية كاتب أو حتى مجلة تريد المزيد من الاهتمام من الإدارة الأمريكية بالعراق، فإنه يتجاهل النجاحات التي تم تحقيقها بالفعل والتي أقرتها شهادات من الإدارة الأمريكية. المقال هو مجرد محاولة للتشكيك عذرا على الإطالة في العمل الجاد الذي قامت به حكومة السوداني منذ اليوم الأول، بغض النظر عن الحقائق الملموسة للإنجازات على الأرض. العراق لا ينهار، يختم المقال، ولكنه يزدهر بهدوء. ابقوا معنا. لماذا ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية ببناء وإنشاء مفاعلات نووية على الرغم من خطورتها؟ هذا الموضوع بدأ يثار هذه الأيام في وسائل الإعلام، بالرغم من أنه بالفعل يعني يدفع إلى التساؤل، يعني ليش الآن المملكة العربية السعودية تطالب بهذا البرنامج النووي السلمي طبعاً، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية توافق؟ أولا قبل كل شيء يجب أن نرفع القبعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يجيب أو يرد على الكثير من التساؤلات والشكوك التي تطرح حتى لدى بعض الإيرانيين، أنه أنتم يا إيرانيين ليش كل هذا الإصرار على برنامج النووي سلمي؟ أكرر سلمي، ليش؟ وليش هذا الإصرار من الكيان الصهيوني على منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي؟ من أقول نرفع القبعة لأنه لولا إيران التي انتزعت اعترافا من القوى العالمية الكبرى التي فاوضتها، وبالمناسبة كلها قوى نووية مسلمية عسكرية تملك سلاحا نوويا فتاكا، كل هذه القوى بلا استثناء، حتى الصين طبعا تعرفون وروسيا، بل أكثر من ذلك دول في المنطقة مثل كوريا الشمالية، في العالم يعني مثل الهند مثل باكستان تملك سلاحا نوويا. الكيان الصهيوني الذي يعترض على حيازة إيران لبرنامج نووي سلمي، وكرروا سلمي، إيران لا تريد سلاحا نوويا، أيضا هو لا يريد لإيران ولأي مسلم في العالم أن يحصل على القدرة العقلية على إنتاج برنامج نووي سلمي، لأن هذا العقل قادر على كل شيء. لهذا هم قاموا بعملية اغتيالات واسعة في صفوف العلماء النوويين، وبدأوها بمصر، اغتالوا علماء وعالمات، سميرة موسى، علي مشرفة، وبعد يحيى المشاد، وعلماء عراقيين، علماء إيرانيين. إيران انتزعت اعترافا بأنها يحق لها ووفق معاهدة الحد من الانتشار النووي، هذه المعاهدة تلزم القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة
الترويكا الأوروبية المعروفة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، بتقديم التكنولوجيا النووية للدول التي تريدها حتى تكون قادرة على إنتاج طاقة نووية سلمية، مواد نووية تستخدم للأغراض السلمية. قبل كانوا السعوديين ودول في المنطقة كانوا مستائين، أصلا كان الحديث عن مفاعل بوشير، مفاعل واحد، مفاعل للطاقة الكهربائية. هذا المفاعل اشتركت يعني تعاهدت بإتمامه شركة زيمنس الألمانية، بعدين زمن الشاه، بعدين بعد الثورة الإسلامية خضعت زيمنس للضغوط الأمريكية، اجت شركة روسية وهم خضعت هم يعني واجهت عفوا ضغوطا، فكانوا الدول في المنطقة منزعجين من هذا البرنامج المفاعل واحد نووي سلمي، وكان يقولوا هذا صار به مشكلة، فاحنا على الضفة الأخرى وشون راح نواجه التسرب ومن هالمسائل. وكانوا يحثون إيران على الدخول في المفاوضات، في وقت إيران ما كانت يعني كانت حروب وظروفها ما دخلت في مفاوضات مع الدول الكبرى اللي هن كانوا الثلاثة يفاوضوها. بعدين دخلت إيران في المفاوضات من زعجت هذه الدول. نعم رحبوا في العام 2015 بالاتفاق النووي بس على مضض، لأن أمريكا قالت لهم رحبوا بصراحة أخو أحكي لكم. بعدين شافوا أصلا من مصلحتهم أن يحصلوا على الطاقة النووية وعلى قدرة الإنتاج على أن ينتجوهم طاقة نووية. في العام 2009 تشجعت الإمارات وأبرمت اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومضت في هذا المشروع. الآن المملكة العربية السعودية تريد. أحد أبرز الأمريكيين فيكتور جيلينسكي، عضو سابق في اللجنة التنظيمية النووية، مبعوث سابق لسياسة منع الانتشار النووي بوزارة الدفاع الأمريكية، كتب مقالا لافتا ومهما في صحيفة ذهيل الأمريكية. قال إنه يعتبر الحصول على المزيد من التكنولوجيا النووية آخر ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط. يحذر يقول لا مري لا تخلون السعوديين، لكن يقول يبدو أن زمرة ما عاجب الوضع من خبراء واشنطن التي اجتمعت مؤخرا لتتباحث في مسألة تتعلق بالأساس بالمملكة العربية السعودية والتي تحظى بتأييد واهتمام إدارة ترامب أيضا السابقة، تقول خلاف ذلك. وخلال شهر كانون الأول ديسمبر زار وزير الطاقة الأمريكي المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ خطوات للتوقيع على اتفاق المظلة النووية الأمريكية السعودية الذي يقضي به قانون الولايات المتحدة كمبدأ أولي لبيع مفاعلات الطاقة النووية للسعودية. أذكركم أول مفاعل نووي إيراني بطاقة 5 ميجاوات أهدته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشاه، شاه إيران السابق. الموضوع ليس له صلة بالسلاح النووي، هذه كلها أكاذيب. وإيران هذه معاهدة الحد من الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي والاتفاقية النووية وقيود في داخل الاتفاقية النووية فيما يتعلق بتحوير مفاعل أراك وغيره، وفتوى السيد الإمام خامنئي، كلها تحول دون حصول إيران على سلاح نووي. مع كل ذلك أقول ما دامت إيران قادرة على إنتاج الصواريخ البالستية وتطويرها وتطوير قدراتها إلى أبعد حد، وشفتوا أخيرا صاروخ فتاح أشرني ونرتاح، وقدرة إيران على تطوير وصناعة المسيرات، فإيران ما عندها حاجة للتوجه نحو السلاح النووي. فالآن المملكة العربية السعودية وافقت بما يسمى بالمعيار الذهبي، لأنها وعدت بعدم إعادة معالجة الوقود المشع لاستخراج البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم بالنسبة
سعودية، اللي هاي تعد من الأنشطة التي تفتح الباب، هي مو بالضرورة تؤدي. يعني إذا واحد ما يريد ينتج سلاح نووي، لا ما ينتج بلوتونيوم بس ما ينتج سلاح نووي، لكن تفتح الباب أمام الاستحواذ السريع كما يقول صاحب مقال ذا هيل على الأسلحة النووية. طبعا هو يحذر ومن هذا الاتفاق كما يقول أن يقوض بشدة سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الانتشار النووي. لكن أحبائي، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما تشجعت دول مثل السعودية ومثل الإمارات على أن تمنع هذه الدول، والآن مصر تعود وعادت لكن بالتدريج لإحياء برنامجها النووي السلمي؟ كانت مصر كان يفترض بمصر في تلك الفترة والكيان الصهيوني يمتلك أسلحة نووية أن تحصل على أسلحة نووية. وفي تلك الفترة، يعني في ظل الحرب ما بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق وبين الولايات المتحدة وعموم الغرب، كان بإمكان مصر أن تحصل على السلاح النووي لمواجهة ومعادلة هذا السلاح النووي، هو للردع لمعالجة الخطر الصهيوني، خطر استخدام الكيان الصهيوني لهذا السلاح. الآن الحمد لله والشكر الإيرانيون فعلوا ما عليهم، الآن دول تتشجع والمملكة العربية السعودية متشجعة، وفي هذا الباب أو في هذا المجال يؤكد أنصار البرنامج السعودي للطاقة النووية في الولايات المتحدة، ويؤكد أيضا السعوديون أن برنامجهم هو مهم جدا في تحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. وشفتوا التوجه نحو الصين السعودي طبعا، والتوجه نحو روسيا، التوجه نحو إيران، التوجه نحو بريكس ومنظمة شنغهاي، كلها من شأنها إذا عرف العراق كيف، العراق الذي مع كل الأسف قراره غير موحد بسبب اختلاف الرؤى داخل المعادلة السياسية والعملية السياسية، إذا عرف كيف يستثمر هذه الأوضاع والظروف كما تفعل السعودية، سيكون هو مع قدراته الاقتصادية الهائلة وموقعه في الجيوسياسية قادرا على أن يكون دولة عظمى ويكون عنصر ازدهار وعنصر استقرار، مو بس إقليمي بل حتى دولي. وهذا طبعا يشجع في موضوع طريق التنمية الذي يجب أن يعضد بالانضمام وتفعيل الانضمام إلى طريق الحرير. شكرا لكم، في أمان.